يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر معكم وجبة غداء سريعة التحضير بطريقة إن شاء الله رح تعجبكم. في البداية رح أضع ملعقتين كبار من الزيت النباتي، ورح أضع كوب فطر. زي ما انتو شايفين رح أحوس الفطر على نار هادية لمدة دقيقتين، وبعد ما تركت الفطر لمدة دقيقتين رح أضيف كوب من البازيلا والجزر وأقلبهم بشكل منيح، ورح أغطي الطنجرة وأتركها على نار هادية لمدة 5 دقائق، وبعدين رح أضيف كوبين أرز منقوع ومغسول بشكل منيح، ورح أضيف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، ملعقة صغيرة من الكاري، وبرضه ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من بودرة مرقة الدجاج. وهون بعد ما وضعت كل البهارات المطلوبة رح أقلبهم منيح مع الرز، وبعد ما قلبتهم رح أسكب 3 أكواب مي، رح أترك الرز يغلي على نار متوسطة، وبعد ما غلي الرز معي رح أغطي الطنجرة وأتركه على نار هادية لمدة 20 دقيقة، وبعد ما استوى الرز معي رح أطفي النار تحته. وشوفوا كيف طلع الرز معي، كل حبيب حبتها، وجربوا الوصفة ما رح تندموا. وهيك بنكون وصلنا لنهايتها، بتمنى انكم تجربوها، وألف صحة وهنا.